السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في برنامج نادية للطبخ والحلويات. اليوم نقدم لكم السرديل اللي طيب في مقلاة ثقيلة دون زيت. غنمشيو دابا للمقادير. غنحتاج هنا بالنسبة للمقادير غنحتاج كيلو سرديل منقي ومغسول، غنحتاج عصير حامضة، قزبر ومعدنوس، فص ديال الثوم، حساب معلقة، نحتاج 2 معالق ديال زيت المائدة، نحتاج الكمون، خرقوم، إبزار، تحميرة والملح. نمشيو دابا لطريقة التحضير. أنا هنا درت 2 معالق تحميرة، 1/2 معلقة إبزار، 1/2 معلقة خرقوم، 1/2 معلقة كمون، والثوم والمعدنوس. غنجيب هنا زيت المائدة كيف ما قلت لكم، حساب 2 المعالق. وعصير الحامضة وغنخلطو مقادير كاملة، ومن بعد نرقد فيها السردين. دابا نجيب السردين نرقد فيه. انا غنستمر على نفس العمليه حتى نكمل كاع السردين اللي عندي. هنا من بعد ما كملت الطرقات ديال السردين ديالي، غطيته ببابي فيلم وغندخلو الثلاجه لمده 4 سوايع حتى 5 سوايع. نخليه بحال هكذا في الثلاجه مرقد، عاد من بعد نتلاقاو باش نطيبوه. كيف ما كتشاهدوا معايا، من بعد ما خليته 4 سوايع هو في الثلاجه، انا هنا جبت الفينو وغنبدا ندير الحوت في الفينو. انا غنستمر على نفس العمليه حتى نكمل كاع الحوت اللي عندي. كيف ما كتشاهدوا معايا سيداتي، السرديل ديالنا ها هو من بعد ما طاب. انا هنا رافقته مع خص دوائر ديال مطيشه والحامض. كنتمنى ان هذه الوصفه تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها. الى اللقاء، الى فرصه ثانيه ان شاء الله.